خلينا نتكلم في الفقرة دي عن يعني الحمد لله فوز جديد بيضاف للموسم الجديد للأهلي، ونتكلم عن ثلاثية مقابل هدف أمام الإسماعيلي ومنافسات الدوري، ومباراة كانت رائعة جدا، وهنتكلم أكيد عن التفاصيل المختلفة وعن التحديات كمان القادمة. بس خليني أرحب في البداية بضيفي العزيز جدا الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. صباح الهنا يا أستاذ محمود. صباح الفل عليك. أهلا بيك، سعيدة جدا وجود حضرتك بجد معانا الفقرة دي. وأنا عارفة إن حضرتك بتحب الصراحة وتحليلاتك دايما ما فيهاش مجاملات. انا هبدا معاك ومش هقول لك رؤيتك للماتش بالامس، انا هقول لحضرتك احنا ليه ما احرزناش اكتر من 3 اهداف. شفت بقى؟ طبعا الاهلي لعب مباراه كبيره امام يعني منافس له كل الاحترام النادي الاسماعيلي، والاهلي دايما مباريات اخذت طابع الدربي في السنوات الاخيره، يعني مباريات مثيرة. هي دي المباريات اللي بتبقى نتيجها اللي انت بتشوفيه ارتفاع المستوى الفني. من فترة كبيرة جدا ما شفناش الاسماعيلي بيلعب بالاداء ده قدام النادي الاهلي. ممكن يكون يعني النادي الاهلي يعني مش عاوز اقول ادى الفرصة، لكن في بعض الهفوات والاخطاء وجملة من التقصير من جانب بعض اللاعبين، لكن لما حصلنا النتيجة 3-1 كان ممكن تكون النتيجة اكبر من كده، وكان في فرصة انك انت تعملي اكتر من كده، خاصة انه التغييرات اللي بيعملها كولر في الفترة الاخيرة انا شايف فيها رؤية، خاصة انه بيبدا بينزل ناشئ يديله الخبرة، وده شيء مهم جدا لما تكون كسبان وفرقة مالكة الملعب ومسيطرة، بتدي فرصة انك انت بتدي ناس خبرات تجهزها. صحيح. لموسم مرهق، موسم متعب اللي جاي، موسم صعب جدا على الجميع، وخاصة على الاهلي يغلق ملف الدوري المحلي النهاردة، فبقى عندك بقى راحة 5 ايام، بعد كده الاستعداد بقى للمواجهات النارية والصعبة في يعني ولها في تنزانيا امام ملعب سيمتلئ عن اخره بجماهير امام جماهير نادي سيبا التنزاني. مباراة امبارح تصنف من المباريات الجيدة اللي اتلعبت من جانب الفرقتين، منافسة حتى صافرة النهاية. الأهلي أهدر كثير من الفرص كان بإمكانه يعمل نتيجة كبيرة. تحية وجبة للفريق الإسماعيلي، قدم مباراة، امتلك الشجاعة، يعني راح للجول، لكن فارق الخبرات والنهاية واللمسة الأخيرة حسمت المباراة لصالح النادي الأهلي. كلام محترم جدا، ويمكن ناس كتير علقت فعلا على أداء الإسماعيلي أنه مختلف تماما عن الموسم الماضي، لأن الموسم الماضي كان الإسماعيلي متدني بشكل كبير جدا، لكن ربما الاستقرار الإداري هذا الموسم أدى شوية إلى تحسن الأداء، وكمان أكيد مع خبرة كابتن إيهاب جلال بشكل كبير جدا. واتكلم أصلا عن المباراة وكان ليه تصريحات برضو محترمة، واتكلم أن برضو عندهم مشاكل في اللمسات الأخيرة، واتكلم أن برضو عندهم صغر سن إلى حد كبير مقارنة بالنادي الأهلي، يعني أمور عديدة. لكن أكيد فكرة أن احنا نشوف الإسماعيلي برضو بيلعب بشكل جيد حتى هذه اللحظة 3 مباريات أكيد يسعدنا كجماهير تعشق الأندية الجماهيرية في الأول وفي الآخر. طبعا. دي نقطة مهمة. طيب الصعيد الآخر، احنا أحرزنا 3 أهداف يا أستاذ محمود، أني أكتر هدف شايفه الأفضل من ناحية الأسيست وبعد كده الإحراز؟ لا يعني هو بص على ذلك الثلاثة فيهم شغل، وخاصة الهدف الأولاني من جملة رائعة جدا، ودي يمكن إمام عاشور خد فيها العين. لسه كنت بقول والله بعض الناس على تويتر قال لك احنا اتحسدنا او امام عاشور اتحسد، ويحمد ربنا ان هي جت على قد كده يعني، لكن هي جمله رائعه. وعاوز اقول انه في تطور ملحوظ في الجانب الهجومي في الحركه والنقل والتحرك كمان بدون كوره. وهنا انت النهارده في كل مباراه يبقى الاطار الفني عندك بيتطور من مرحله لاخرى. هنا امام عاشور خلاص دخل في التركيبه، فبدا يؤدي، وبقى في تناغم ما بينه وما بين حسين الشحات، وما بينه وما بين علي معلول، وما بينه وما بين بيرستاو، وفي شغل تلقي مهاجم وتلقي بلاي ميكر وانطونيو ميدس نازل لنص الملعب. يعني عاوز اقول لك ايه، لا في حاجه، في شغل بتعمل في الملعب. امام لا اصبح داخل الميكانيزم ولسه ما اداش، يعني عاوز اقول لك ايه، مش عاوز الناس تستعجل وما تضخمش الامور، لانه لسه الموسم طويل والمواجهات الافريقيه الصعبه خاصه الدوري الافريقي او حتى دوري ابطال افريقيا لما ينطلق. لكن انا اتمنى اشوفه كمان باداء افضل مع المنتخب، لان المنتخب هيبقى يعني الليفل الاعلى والمشهد طبعا كبير جدا خاصه يعني. لكن طبعا نصيب انه ما راحش المعسكر بتاع زامبيا والجزائر، يعني يريح فرصه. سبحان الله، التوفيق عدم التوفيق، فتيجي ايه لكوكا يعمل واحده من اروع التمريرات تشوفيها مع هذا الموسم،
رائعة جدا، عين مش ثلاثة أربع عيون خمس عيون، إيه إزاي حس بيها وإداها وتحرك وتحرك حسين الشحات في الكورة من خلف دفاع الإسماعيلي كانت رائعة، من الحاجات برضو المميزة. بيرس تاو بقى اصبح تخصص بقى تسجيل في نادي الاسماعيلي، تألق بشكل كبير جدا مع كولر برضو استاذ محمود. لا طبعا. ايه سر ده يعني؟ بيرس تاو اول ما جه خلينا بقى صرح البعض كان قال لك يعني هو امتى بقى هنشوف بيرس تاو، امتى هيأدي، امتى هنحس بيه، ده كان في الاول، بس مع قدوم مارسيل كولر انت بقيت زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، انت خلاص بقى امر طبيعي ان بيرس تاو يا ياخد رجل المباراه يا بيحرز اهداف او من افضل الاهداف كمان في المباراه. طبعا انت لما تبص على المشهد تلقي في ناس كتير مستوى تطور مع الراجل، هو ده كوكا العادي بتاعنا يعني صح، اصرار والدفع بيه قدم لك وجه اهو، في عندك مستوى حسين شحات، هو مستوى حسين شحات السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت حسين شحات شفت انت مستوى تطور عمل ازاي، الشغل والروح واللعب والاداء يا جماعه، شفت طب مستوى كهربا كان فين وبقى فين يعني عاوز اقول لك، شفت محمد عبد المنعم يعني عاوز اقول لك ايه، شفت الشناوي نفسه يعني انا عاوز اقول لك ايه، هنا في عمل وبيتم وفي اجتهاد، وهي الكوره مش هتديك كل حاجه بس انت هتدي كل حاجه هتاخد اللي انت عايزه، فهنا في شغل كبير جدا بيتم من الجهاز الفني، والراجل حريص على ايه، على مرحله التطوير، واعتقد التطوير والوصول للمستوى المطلوب والاداء الجماعي الاكثر روعه هيبقى هيظهر السنه دي مع الاهلي في كتير مباريات، خاصه ان انت السنه دي داخله هيبقى عندك 3 4 5 6 دربيات كبيره، على سواء على مستوى القاره الافريقيه، سواء على مستوى كاس العالم للانديه، سواء على مستوى المحلي، فانت خلاص اصبحتي وصلت للقمه، لازم تبقي عارفه ان كل مباراه بالنسبه لك ديربي، كل مباراه بالنسبه لك كاس، فمحتاجه انك انت تطوري وتجددي وتفاجئي المنافس بشغل هو ما شافوش قبل كده، لو انت اعتمدتي على الروتين والحركه بتاعتك فانت بقى عندك ايه؟ عندك الاطراف هي اللي بتسجل الاهداف. ايوه صح. صحيح. انت عندك بسم الله ما شاء الله كم هدف لغايه دلوقتي؟ لا وانت عندك يعني مش سكواد واحد، انت عندك اكتر. كل الناس بتقول لك مش محتاجين راس حربه؟ ايوه. طب انت مسجله كم هدف لغايه دلوقتي؟ اعتقد 17 هدف بدون راس حربه. فدي ايه؟ برضو ده شغل ايه؟ ده شغل جهاز فني، ده صحيح. شغل مدير فني، الاطراف هنا اصبحت عندك ايه؟ عندك بديل واثنين، عندك بيرس تاو مش في حالته يبقى احمد عبد القادر، عندك حسين الشحات موجود يبقى عندك رضا سليم، عندك طاهر محمد طاهر ماشي، عندك انطونيو مدس، عندك كهربا لما بيرجع من الايقاف المحلي، فعندك قفشه، عندك امام عاشور، يعني عاوز اقول لك مروان عطيه، يعني عندك التشكيله فيها مهم، ربنا يحمي يعني من الاصابات ودي اهم حاجه، وتبقى الحاله الفنيه على فالاهلي، يعني نتمنى يعني السنه ان شاء الله هنشوف يعني موسم مميز، نتمنى ان شاء الله التوفيق كمان في الدوري الافريقي، والانطلاقه مهمه جدا كمان انك انت على مع سيمبا وعلى ملعبه، دي برضو محتاجه تركيز، وعلى فكره يعني بص يعني الفرقه هتيجي من فين؟ هتيجي من الامارات على القاهره، كنت هتسافر يوم 17 اجلت يوم عشان تستني تجمعي الشتات بتاعك من كل حته، المحترفين اللي جاي من جنوب افريقيا واللي جاي لك من مالي واللي جاي لك من تونس، اضطريت تسافري يوم 18، هتسافري 18 توصلي 19، هتتمرني تمرينه خفيفه كده وتلعبي الماتش يوم 20، المشكلة المعتادة الضيقة في الوقت يعني، والناس فاكرة انه يعني ركوب الجو سهل، لا ركوب الجو صعب جدا مش سهل يعني، ليه برضه ثمنه طبعا، ارهاق وجهاد، وبعد ما تيجي لا دايما الرياضي او اللاعب او الانسان العادي بيبقى اهم حاجة عنده ايه؟ التركيز الذهني، مش التركيز مش العضلي فقط يعني، لو ما كانش التركيز الذهني في حالته هتبقى فيه مشكلة بالنسبة له. انا بتفق مع حضرتك جدا، أنا هروح لكذا نقطة، أول النقطة اللي حضرتك ذكرتها واللي كل جماهير النادي الأهلي ملاحظاها، وهي فكرة الجاهزية الموجودة، مش سكواد واحد لا أكتر، أنت عندك سكواد كامل وسكواد تاني برضو كامل، لاعب يغيب بسبب إصابة أو مثلا بأي أسباب أخرى، أنت كده كده برضو عندك اللاعب اللي يغطيه وأكتر من لاعب كمان، فما بقيناش نحس باللي كنا نحس بيه شوية وقت موسيماني على سبيل المثال، وقت موسيماني غياب لاعب أساسي كان بيبقى فيه يعني تأثير بشكل كبير على الأداء وعلى النتائج، لكن حاليا ده الحمد لله عملنا تغطيه عليها بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه اللي كنا بنعاني منها يمكن اللمسات الاخيره، وكولر اول ما انضم للنادي الاهلي تحدث وكان بيتكلم بعد كل مباراه على النقطه دي، يقول لك احنا لعبنا كويس جدا لكن ما زال عندنا ازمه في اللمسات الاخيره. من وجهه نظرك استاذ محمود قدرنا نتغلب كمان على النقطه دي ولا لسه ما زلنا بنعاني شويه؟ لا اتغلبت عليها بس لسه فيها شغل. لسه فيها شغل، وانت تروح النقطه مهمه جدا، وهو انا يعني بحييه عليها وبتمنى ان هو يكون عنده جراءه برضه شويه فيها، فرصه التدوير. مهمه جدا التدوير. وانت شغال تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه لما تكون راكب المباراه، لما يكون المباراه عندك ثلاثه اربعه
وعندك وقت نص ساعه ادي 2-3، فكويس ان هو بيدي ناس. الاهلي جابها ودافع فيها مبالغ طائله ومهم جدا، وشايفها عناصر مهمه جدا. انت بتجهز نفسك وبتطور وبتقدم خدمه مش للاهلي بس، كمان للمنتخبات الوطنيه. فلما يبقى عندك بتلم ورقه وتحطها وسط النجوم دول، ياخد يكتسب خبره، عنده حيويه، ممكن فجاه يفاجئك باداء انت ما تتوقعهوش. ممكن الكوره تمشي معاه، لما الكوره بتديك بتخليك بقى في حته تانية. فاعتقد انك انت الاشراك لاعب، وبرضه التفكير في بعض الاماكن انك انت محتاج فيها بعض الشباب يكونوا موجودين وحاضرين، لانه مشوارك طويل ومشوارك صعب. لما برضه دي بتبقى وجهات نظر، رؤيه مدير فني صاحي، يعني مش قاعد كده على الخط بتفرج وبتمشي على الخط وشوف، لا شايف عارف اللي في ظهره ايه، وقاري اللي في الملعب قدامه عامل ايه. فشيء مهم جدا انك انت خلاص كمان التفكير في انك انت بتقلل يعني متوسط الاعمار للفرقه تدريجيا مع ما بين السن والخبره. طبعا السن والخبره، ولما بتدي النشأة ده خبره يبقى اداؤه ايه اكبر وخلاص. بعدين انت احنا قياسا باللي احنا بنشوفه بره في اوروبا، خلاص ما عادش سن 17 18 سنه ده ناشئ، ده لاعب اساسي. احنا عندنا 23 بنقول عليه ناشئ. ناشئ لا احنا محتاجين ننزل بالحدوته دي ونشوف ال 17 وال 18 وال 19 بيجروا في الملعب. ومفيش حد يعني هيتولد كبير، لا لابد انه يخطا ويتعلم ويخطا صحيح. ويتعلم حتى يصل للمرحله اللي هي. فاعتقد انه في شغل كبير جدا. النهايه واللمسات الاخيره تحسنت بنسبه كبيره جدا، لسه في حاجات تانية اعتقد انه كولر في دماغه وفي تفكيره يصل لمستوى يبهر بيه جماهير الاهلي وكل من يتابع الاهلي في كل مكان. طيب انا عندي نقطتين عايزه اتكلم مع حضرتك فيهم برضو خاصين بكلامنا ده. اولا هبدا بالمنتخب الاولمبي، وهاخد من فكره ان دلوقتي التدوير اللي بيحصل واعطاء فرص للناشئين ان هم يشاركوا بشكل يعني اكبر، خلينا نقول من السابق، وده هينعكس على برضو المنتخب الاولمبي بتاعنا. المنتخب الاولمبي للاسف الشديد عندنا بيعاني من ان مش كل افراده بتلعب بشكل او عندها من الخبرات المكتسبه مع الانديه بتاعتها، لا عندهم قله خبرات مقارنه بالمنتخبات الاولمبيه الاخرى اللي بينافسوها، فدي ازمه مكرره معانا للاسف كل موسم. النقطه الثانيه عايزه اتكلم فيها برضو فكره هنا ان انا بتكلم عن موسم بيبقى مختلف برضو بتحديات مختلفه، لكن الدوافع برضو بتبقى عند اللعيبه لازم ان انت تقعد تغذيها او تقعد تخلقها من جديد، ده مش اي مدير فني بيقدر ان هو يحققها على الارض. فاحنا شفنا ده محقق مع برضو الفريق عندنا، خصوصا انت خارج من موسم صعب جدا داخل على موسم اصعب بالمناسبه، لان انا لما بوصل لنقطه نجاح انا لازم اعلي عن النقطه دي، فبيبقى تحدي اكبر. كانت بدايه عندنا غير موفقه شويه، بس ادت دفعه كبيره جدا بعد كده، وشفنا ده حتى هذه اللحظه. فخلينا نبدا، حضرتك تبدا بالنقطه دي ولا نتكلم عن المنتخب الاولمبي؟ بصي انا شايف ان المنتخب الاولمبي يمكن افضل حالا السنه دي شويه، يعني شوية البدايات. يعني انت مثلا لو بصيتي على العناصر الاساسيه، مثلا احمد نبيل كوكا اساسي في النادي الاهلي، عندك في اثنين لعيبه محمود صابر ولاعب بيراميدز مش عارف اسمه ابراهيم، عايز افتكر لك اسمه برده من العناصر عادل الأساسية. ابراهيم عادل، ابراهيم عادل من العناصر الاساسيه. عندك برده مدافعين مثلا، لا يعني الغالبيه حظ ميكالي كويس مقارنه بالسابقين. يعني حظ كويس انه ايه الانديه اصبحت يعني يعني حسام عبد المجيد اساسي في الزمالك او مدافع او مدافعين منتخب الاولمبي الاساسيين. عندك لما تقيس المجمل بعض اللعيبه، لا الغالبيه بتشارك، ده مدي نوع من الاريحيه. لكن ايه انت محتاجه تحسني الكواليتي الجوده بتاعت اللعيب، يعني ايه انت عاوزه تطلعي بتفتشي على ايه المستوى الافضل. مش هيجي الكلام ده غير مع ايه انك انت تشارك الاكتر، صح، مع انك انت تدي الافضل، مع انك انت تبقى في عندك اهتمام، مع عندك كمان في شغل مدربين. هي الناس اشادت بميكالي ليه؟ شادت بيه لانه حصل لاحظوا انه في تطور وفي مستوى، حصل اداء اللاعبين وتحركاتهم في المباراه. وصلت للمباراه النهائيه قدام المغرب، قدام المغرب على ارضها، وخسرت في ظروف كلنا شفناها وعارفينها وكنا قريبين جدا، لكن هي دي الكوره ودي الاجواء اللي احنا متعودين عليها ولازم نبقى حافظين كده. الطموح انك انت في المنتخب الاولمبي تكون عندك برنامج جيد مع منتخبات جيده افضل منك، ليه؟ لتحسين المستوى، وان يكون عندك طموح انك انت تروحي ايه في البطوله في ايه في مستوى اعلى. يعني يبقى طموحك انك انت تطلعي السيمي فاينل فتعملي نتيجه عندك قريبه. يعني عاوز اقول لك ايه، كل الفرص متاحه، لا في شغل، في شغل. المشاركه مش بنسبه 100%، يعني عاوز اقول لك ايه،
هنقول 70% وده في حد ذاته انا شايفه يعني افضل من السابق. افضل من السابق يعني. افضل من السابق. لو جيت انت على الـ على الـ على الناحيه الثانيه تجديد الدوافع والثقه النادي الاهلي بقى دي بتبقى ايه؟ بتبقى يعني انا سمعتكم وانتم بتتكلموا على فريق الباسكت طبعا عامل سيزون تاريخي السنه اللي فاتت خمسه من خمسه وكاس عالم كان عنده فرصه ان هو يعمل لكن هي دي الرياضه ودي المنافسه. البطوله العربيه يمكن هو خسر مباراه من نادي بيروت بعتقد وعنده مباراه النهارده اعتقد مهمه جدا مع نادي الاتحاد. طبعا ممكن فعلا تلاحم المواسم وعدم الراحه بالصوره الكافيه وتطلع من بطوله وممكن بطولة. الثقه الزايده الاكتفاء يعني كل ده بيؤثر الثقه الزايده نسبه يعني مش عاوز اقول مش عاوز اوصل لمرحله غرور لكن نسبه لا لكن اعتقد انه المدرب الاسباني جوست بوش من المدربين برضو اللي يعرفوا يعيدوا يرجعوا اللعيبه للملعب بيعرفوا بيشتغل بيعرف يعمل تغييرات في الوقت المناسب. فاعتقد انه دي مباراه من المباريات المهمه جدا مثلا في البطوله العربيه الباسكت النهارده. لكن النادي الاهلي كولر بيبقى عنده هو وجهازه المعاون شغل كبير السنه دي انك انت تجدد الدوافع في المنافسات خاصه المنافسات الافريقيه. المنافسات الافريقيه انت هيبقى نوع من القوه والشراسه مش هتبقى سهله. الكل هيحاول يكسر اراده الاهلي يعني عاوزين ايه يا عم الحكايه ده؟ احنا مش قادرين عليها ولا ايه؟ يعني بمعنى كده يعني. صحيح. فهنحاول ازاي ان احنا ايه نفتت ونرمي عزك بان ايه ان انا احاول احطك تحت ضغط فانت مطالب انك انت ايه توجه رساله بانه ان شاء الله يكون التوفيق باذن الله توفيق حلفنا في الاهلي يفوز ان شاء الله بالدوري الافريقي النسخه الاولانيه. دي لما تحصل بتعمل رد فعل كبير جدا بتديك دوافع مختلفه بتديك حسابات تانية. طبعا المساله مش صعبه سهلة. المساله لا مساله سهله فاعتقد ان الامور هتحتاج الى شغل وعمل صحيح. كبير جدا والى انه اللعيبه نفسهم يكون عندهم الرغبه ان هم يبرهنوا على انه اللي حصل في قبل كده ده امر طبيعي جدا. احنا لسه جايين عندنا طموح في اول بطوله بنسختها الجديده وعندنا ال 12 عندنا امل فيها ان احنا نقدم مستويات مختلفه. فاعتقد انه ده كله هيبقى شغل اداره فني شغل المدرب المساعدين في الفريق شغل الطبيب النفسي اللعيبه نفسها ورغبتها الاحمال وده ملف مهم الاجواء برضه. المحيطه عامله ازاي اداره الكره وعامله ازاي فاعتقد انه لا يعني الاهلي بيقدر يجهز نفسه كل ده يبرهنه قبله هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق ده هو رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ألف انت بتعمل عليه وتطلب ربنا التوفيق وان شاء الله يكون توفيق حليف الاهلي يعمل موسم مثالي ان شاء الله ان شاء الله. انا عايزه اتكلم معاك برضو في ردود الافعال في دوري ابطال افريقيا والفوز بالسباعيه يعني ذهابا وايابا على سان جورج. البعض قال لك عادي يعني ما سان جورج ده يعني من الفرق مش هقول يعني بالمصطلح اتكتب لك التعبانه بس هي المستوى الفنيا بعيده جدا عنك. حتى واحد من اعضاء مجلس اداره سان جورج طلع واتكلم كده في تصريح قال لك احنا عارفين ان احنا لا يمكن يعني نفوز على النادي الاهلي وفي فوارق كبيره جدا نعلم ذلك لكن احنا هنحاول نقدم افضل ما عندنا. فتصريح بهذا الشكل لما يطلع من نادي او شخص معني في النادي المنافس برضه ليست الافضل معنويا ليهم. انا ما عجبنيش طبعا التصريح ليهم هم لسه لو احنا هناخده لينا اكيد تصريح وواقع في نفس الوقت يعني. لكن فكره الناس اللي مستسهله هذه المنافسه وقال لك يعني طبيعي جدا ان انتوا تفوزوا بهذا الشكل لكن لسه اللي جاي صعب واللي جاي تقيل فما تفرحوش وما تاخدوش الثقه قوي ده كان اتقال في بعض او من بعض الاراء المختلفه. وجهه نظر حضرتك الكلام ده سليم ولا الموضوع لا يقاس بهذا الشكل؟ انت لو فزت على فريق برضه واقف سان جورج هتقال عليك نفس الكلام هيقول لك كده برضه مفيش فايده لا 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 هو يعني ايه هو مش عاجبه لو فزت على سان داونز هيقول لك مش عارف مين يا خوفي لما نفوز على مانشستر يونايتد يقول لك يعني عاوز اقول لك ايه هي اللي ما بيحبش الاهلي مش هيحبه السيتي انا هيقعد يدور له على ده ما لعب بربع مجهود ده لعب واحد من 10 الحظ كان حالفهم مش عارف يمكن مع ريال مدريد وانتهى الماتش 2-1 ده ما لعبوش عليكم بيلعبوا على الواقف ولما بقت النتيجه 4 ده خسرت يعني عاوز اقول لك ايه مش دي الحسابات. انا عندي حاجه بأديها ومنافسين انا بحترمها الاهلي من ابرز الحاجات المهمه جدا احترامه للمنافس مهما ياكل صحيح احترامك للمنافس هو بدايه الانتصار عليه. قليل من المنافس ده بدايه النهايه لان الكوره ملهاش كبير وانت شفتي محدش يعني ايه يتوقع انه ايه خلاص يا جماعه الدنيا اتطورت ما اعرفش ده الكوره ما بين شوطه ما تتوقعهاش وما بين قرار من حكم بطرد او بين ضربه جزاء
صحيح. وتلقى المباراه اتقلبت وتلقى الفرقه راحت خرجت من المباراه، فتكون النتيجه المحصله مفاجاه انت ما تتوقعهاش وتقول ازاي ده حصل. بيحصل كتير في المواجهات ونقدر نعدد الكلام ده ونقوله. فاعتقد انه احترام المنافس من البدايه هو طريقك بدايه لتحقيق الفوز، وده من الحاجات ومن الاشياء الاساسيه المهمه جدا. فالاهلي لا ما بيزورش النظره دي، ولا ادارته الفنيه لا النهارده ولا قبل كده، لا بيلعب لكل فريق بيديله وضعه وبيحترمه، وبيكون هدف الاساسي ان انا بعدي مرحله وبمشي في طريق بكمل عشان عندي هدف ايه عاوز اوصل له بكره، وكل مرحله انا بخطيها بتجاوزها بصعوباتها بمواقفها بسلبياتها اللي انا باخد منها واعالجها، وايجابياتها اللي انا باديها وبحاول احسن منها. فاعتقد انه المساله لا المساله الحسابات كانت مختلفه. انا ما بحبش ادخل في ايه فلان عمل مع ايه وفرقه كان مش عارف مين، وكل واحد يقول لك ده الفرقه الثانيه احسن من الكلام، خلاص تعبنا من الكلام ده. يا مسيو محمود، لما الاهلي اخذ مركز ثالث عالميا كاس العالم للانديه قال لك ما انتوا مركز ثالث. الله يعني انت بتعايرني عشان انا مركز ثالث عالميا؟ يعني مش هو بس في حاجات كده ايه الواحد بيسمعها تبقى حلوه وبيعديها، وخلي بالك بناخدها وبنضحك يعني وبنبقى حاسين باللي قدامنا بيقولها ليه، فعادي يعني في حاجات هنعديها. لا يعني خديها من باب انه يعني يا عم ما انت ناجح. يعني هو مش هو بيتفرج عليك ومسكين مش عارف يسقف ولا يعمل ايه، فهيضطر ايه هيضطر البعض حول مسألين. انا مش قادر اوصل للي انت وصلت له او قعدت اكسبك في الملعب، فاضطر ان انا احاول اهزمك في الكلام او احاول ان انا اشدك اجيبك معايا لتحت فنزلك، انا عاوز اجيبك لتحت معايا تنزل معايا في المعترك، انت خلاص ربنا كرمك وطلعت، هتقعد تلتفت لهذا الامور؟ صحيح. احنا لا نلتفت، ده الاكيد، ده الكلام ده خلي اللي يقول يقول يعني خلاص. ركز، بص خلي الطموح ان انا دلوقتي نفسي اروح في حته في, في في مش لا بحب حته تاني، وحتى لازم اروح احافظ على الشكل اللي انا وصلت له واحقق النتائج واحسن واوصل للمستوى. انا عندي هدف بس عالو ان انا اخد اول بطوله في شكلها الجديد، يبقى تركيزه كله في شكل البطوله. سهل؟ لا مش سهله، المنافسه قويه، هتبقى منافسه ناريه طبعا وشرسه طبعا. ودينا شفنا القرعه، هتعدي من كده معاك فلان صحيح. هيبان بقى الوضع والشكل والحدوده، فاعتقد انه ايه ولما تتخطى فلان بيديك دفع معنوي للي بعديه، فلما ربنا يكرمك وتفوز باول نسخه تبقى رساله للكل صحيح انه هذا صحيح. لم ياتي من فراغ، وانه بالفعل هو كبير افريقيا باذن الله. رائع جدا. وكده كده احنا عارفين ان الناجح دايما بيبص لهدفه، واللي مش ناجح هقول كده بيبص على غيره. نورتنا يا استاذ محمود بجد، وقراءه رائعه جدا، بشكرك جدا. كنت معاكي وصباح الخير، يعني شرف ليا حقيقي، ماي بليجر. وهسيب حضراتكم في الختام مع يعني الاهداف بمباراه امس، واشوفكم ان شاء الله بكره انا وكريم في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.